الرئيسي للحيل الثالث في المجموع ينطلق، وارحب بالزميل العزيز نايف بن سعود البلوي، فمرحبا وسهلا يا نايف. شكرا محمد بن بريك، ومن قبله سعد بن متلع العتيبي. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. أيها الحفل الكريم، متابعينا في كل مكان، أسعد الله مساءكم وجميع أوقاتكم بكل خير. أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته في مساء هذا اليوم 30 من شهر نوفمبر لعام 2016، في آخر أيام شهر نوفمبر وآخر أيام هذا المهرجان، مهرجان السلامة، مهرجان يقام بسلامة سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني، أدام الله عليه الصحة والعافية وحضوره المشرف في هذا اليوم، والميمون ومتابعين في كل مكان عبر قناة الريان. نرحب بحضارتكم في انطلاقة شوط الذلل، شوط الحيل، شوط الأصايل، وهنالك أيضا سيارة تنتظر الفايز بالمركز الأول من نوع لكزس 570، تنتظر سعيد الحظ من بين الحاضرين والمشاركين. مقدمة الشوط، أول المراكز، تبدأ المعركة في هذه اللحظات، في هذا الانطلاق. شعار الإمبراطور يبدأ في هذه اللحظات. من واقع هذا الشعار، من خلال هذا التقدم، المنطلق مذيار، يقدم لنا مذيار حمد بن فاران بن قريع المري، المقدم لمذيار مع المركز الأول. المركز الثاني، التقدم في هذه اللحظات والانطلاق، التواصل، الإبداع، الانطلاق من الوجبة، يقدم لنا الوجبة السندباد القطري سعود بن صالح بن حمد القمرة، بمتابعة حمد بن سالم بن جهويل في عملية التضمير. المركز الثالث في هذه اللحظات، الوصول والانطلاق مع ثالث المراكز اللي وصلت، من تحمل الرقم 24، الشعار الغني عن التعريف، الحصاد سليمان بن رويشد الجهني. وصل ابو نادر، وصل النادر بان يتقدم الى مقدمة الشوط لكزس 570. يا ابو نادر، وخذ عاد من الاخبار السارة، يعلن مركز الجزيرة للابحاث البيطرية الى كل من فاز بشوط الرئيسي في مهرجان السلام بانه سيقدم له علاج مجانا لناقة واحدة لانتاجها على سمول المختبر. فنشكر سمو الشيخ سيب بن محمد آل نهيان والدكتور راشد بن سفنة العفاري على تفاعلهم ودعمهم لمهرجان السلام. يا عيني على الدعم، على الترابط الخليجي في رياضة الآباء والأجداد. بنادر كل خير، والعودة إلى شعارك يا الحصاد، إلى سليمان بن رويشد الجهني. عرفوني على اسمه يا إخواني، المسيطرة ألا وهي الحذرة، الحذرة الحذرة الحذرة. المركز الثاني اللي وصلت مع المركز الثاني، احد الداعمين والفعالين في هذا العالم الساحر، يقدم لنا احترام، احترام واحترامي وتقديري لك يا الدكتور.
الزفنة العفاري يتقدم سفير للأصالة ينطلق مع المركز الثاني يتواصل بو حمدان المقدم لاحترام المركز الثالث مذيار تأتي مع المركز الثالث يقدمها حمد بن فاران بن قريع المري المركز الرابع الوصول من الدوحة 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 مع المركز الرابع يقدم لنا الدوحة حمد بن محمد بن طالب بن عقيل لا يغيب عن الأشواط الرئيسية لا يغيب عن الأشواط التاريخية ولكن وصلت الظفرة ووصلكم بو زايد محمد بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري هذا اللي ما يغيب هذا أقرب حبيب للنواميس للانتصارات الإعصار الغربي تقدم أبو زايد وفي عملية التضمير أحد الشباب المشاغبين الشاطرين المبدعين حمود بن محمد بن سالم الوهيبي يتقدم الإعصار الغربي المركز الخامس المتقدمة مع المركز الخامس الوجبة الوجبة بشعار السندباد القطري سعود بن صالح القمرة في عملية التضمير حمد بن سالم بن جهويل العودة إلى مقدمة الشوط وأنا أرى أسماء قادمة وشعارات قادمة لها ثقلها في كافة الميادين العودة إلى مقدمة الشوط إلى بر ويشد إلى بو نادر إلى الحذرة 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 سليمان بن رويشد الجهني بو نادر مقدم الحذرة كما قدم العديد والعديد من الأسماء ويتابعها عبد الإله بن رويشد الجهني في عملية التضمير المركز الثاني احترام يا احترام احترام المحترمة لكل المشاركين تتقدم بشعار الدكتور راشد بالزفنة العفاري بذكريات ناصية بذكريات الرباط بذكريات القاهرة بالذكريات الكبيرة والتاريخية يتقدم الدكتور بالزفنة ويتقدم الوحش سعود بالوحوش في عملية التضمير المركز الثالث وصلت ناصية 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 احدى الابطال في كأس الخليج من خلال تتويجها بالميدالية البرونزية وتمثيلها لمنتخب قطر وصلت وصلت وصلكم بالسلامة في ختام مهرجان السلامة يقدم ناصية مع المركز الثالث محمد بن علي بن سلامة الهاجري المركز الرابع القادمة مع المركز الرابع الظفرة تتواصل بالعطاء بالأداء بو زايد محمد بن زايد المنصوري ويتابع في التضمير الوهيبي حمود بن محمد بن سالم المركز الخامس شعار الشوط الرئيسي يتقدم مع هزيج هزيج وعاطب بن صالح اليامي في تضميرها والملكية ايضا لك يا عاطف يا بن صالح يا اليامي مثل المملكة مع الشوط الرئيسي الاول ولكن العودة الى مقدمة الشوط الى ناصية الى ناصية الى ناصية وسلالة جبار سلالة جبار الله يا الهاجري الهاجري مع ناصية ناوية على الفوز ناوية على الناموس نصة الليكزس الخمسمية وسبعين محمد بن علي بن سلامة الهاجري الحذرة مع المركز الثاني الحذرة مع المركز الثاني سليمان بن رويشد الجهني يتقدم بو نادر مع الحذرة على مستوى المركز الثاني
المركز الثالث احترام بالزفنة الاحفاري، ولكن راحت ناصية، راحت ناصية الى الفوز، الى الناموس، الى الانتصار. 1500 متر يا بالسلامة، يا بالسلامة. وابو نادر، بو نادر ما منا سلامة، عاد مع الحذرة، عاد مع الحذرة. سليمان بن رويشد الجهني يحذر ناصية، وناصية ناصية ناصية ناصية، حذرت كل المشاركين، حذرت كل المتابعين. اهالي معيذر من شمالها وجنوبها، مستمر لمهرجان السلامة وسلالتك يا جبار. مع ناصية، مع ناصية واللكزس 570 المقدمة من غانم بن منصور آل سيف الخيارين. مشكور مشكور يا سيد الرموز على هذا الدعم، ودعم لميدان الشحانية. والسلام شحاني، التحية شحانية. الفوز عالنابي، الفوز عالنابي. عصاتها ضبطانها، عصاتها ضبطانها، ما يبي يزعلها، ما يبي يزعلها. يدوم مرضيتهم، يدوم مفرحتهم. يا عذابي يا العنابي، يا عذابي يا عذابي. بن سلامة، بن سلامة، هذا اللي ما منا سلامة. اختتم مهرجان السلامة، اختتمها بسلام، بتحية، باحترام. بن سلامة، بن سلامة، بمناسبة سلامتك يا ابو، يا ابو عبد الله، يا ابو عبد الله. يحبونك، 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 والكل يحبك وفرح بسلامتك. وبن سلامة، بن سلامة، هذا اللي ما منا سلامة، هذا اللي ما منا سلامة. الهاجر، الهاجري، روح للهواجر، روح للهواجر. خلاص سلام يا معيذر، يا معيذر الجنوبي والشمالي. معيذر، معيذر ما يعذرونك لو ما رحت بهالسلام. سلام يا اهل الشحانية، سلام يا اهل التحدي، سلام يا اهل الاصالة. تهانينا، تهانينا ايضا لداعم هذا الشعار محمد بن راشد بن سلام الهاجري، يستاهل الفوز والناموس. تهانينا لهم على هذا الانتصار. المركز الثاني، المركز الثاني الحذرة ملك سليمان بن رويشد الجهني. تاني لك يا ابو نادر. المركز الثالث مسندم ملك محمد بن سالم محمد الوهيبي مسندم. والمركز الرابع اوصلت فيه العنود لعبد الله بن سعيد بن مسعود الاسود. المركز الخامس الظفرة مع المركز الخامس ملك محمد بن زايد بن خلفان المنصوري. إذا متابعينا الكرام، ختامي الحيل في مهرجان السلامة، روح فيه بن سلامة، راح بالناموس. والتانية موصولة لمحمد بن راشد بن سلامة الهاجري، المتابع الدايم لناصية صاحبة الميدالية البرونزية في عاصمة الميادين. وهنا توقيت الزمني، لحظة الوصول 12 دقيقة 24 ثانية وثلاث أجزاء من الثانية. من كانت صاحبة المركز الثالث في كأس الخليج تخطف اللكزس 570 المقدم من غانم بن منصور آل سيف الخيارين. المركز الثاني الحذرة سليمان بن رويشد الجهني. تهانينا لك يا ابو نادر وللمضمر عبد الله بن رويشد الجهني. 12 دقيقة 33 ثانية، خمسة أجزاء من الثانية، بينما صاحبة المركز الثالث ألا وهي ملك محمد بن سالم بن محمد الوهيبي مسندم هي من أتت مع المركز الثالث. 12 دقيقة 35 وخمس أجزاء من الثانية، هكذا هي النتيجة النهائية بالتوقيت الزمنية للثلاث